مكافحه الارهاب. ساسال عن اسباب ذلك ولكن ننتقل الان الى جنيف، واعذرني يعني هذه ضرورات نقل المباشره دكتور. هذا بيهمنا في حديث. نعم معنا من هناك مفد الاخباريه اياد خلف، اهلا بك اياد. اذا الان انتهى اللقاء الذي جمع وفد الجمهوريه العربيه السوريه مع دمستورة، هل رشحت عن ذلك اي تفاصيل؟ نعم رانيا، الآن منذ لحظات خرج وفد الجمهورية العربية السورية من قاعة الاجتماعات مع السيد ستيفان ديمستورا. هذا اللقاء هو اللقاء الثالث للسيد ستيفان ديمستورا منذ ساعات الصباح، التقى مع منصة القاهرة وأيضا الوفد القادم من الرياض ووفد الجمهورية العربية السورية، ومن المتوقع أن يكون هناك أيضا لقاء مع منصة موسكو بعد نصف ساعة تقريبا من الآن. انتهى هذا اجتماع، للآن لم يعلن بشكل رسمي انتهاء المحادثات هنا في جنيف، ولم يعلن عن أي ختام لمحادثات جنيف بشكل رسمي هنا. نعم للآن لم يعلن بشكل رسمي، ما زلنا هنا في مبنى المتحدة ننتظر عقد الاجتماع بين السيد ستيفان ديمستورا ومنصة موسكو. ما نتج عن هذا الاجتماع الآن، للتو انتهى هذا الاجتماع زميلة روبا، للآن ليس هناك أي مؤشرات أو أي تسريبات حول هذا الاجتماع، لكن من المتوقع أن يطرح في هذا الاجتماع السلات الأربعة التي طرحها وفد الجمهورية العربية السورية، وأن يتم التعامل معها والبحث بها بشكل متوازي، وتحديدا السلة الرابعة التي أضافها وفد الجمهورية العربية السورية وهي سلة مكافحة الإرهاب والتركيز على مكافحة الإرهاب. اليوم صباحا كان هناك اجتماع للسيد غنادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي مع وفد الجمهورية العربية السورية، وكان هناك تطابق بالرؤى وارتياح لسير المحادثات، وهذا ما نلاحظه هنا ربا في هذه الجولة من المحادثات. هناك ارتياح وفد الجمهورية العربية السورية لهذه المحادثات، قدم أوراقه بشكل واضح ومطالب وفد الجمهورية العربية السورية واضحة تماما، وخاصة بما يتعلق بمكافحة الإرهاب كان يعني مصر على هذه السلة لوقف نزيف دم الشعب السوري، بينما باقي المنصات ما زالت مختلفة فيما بينها، وما زال هناك يعني عدم رضا فيما بينها على سير هذه المحادثات، رغم أننا لمسنا نوع من التقارب بين منصة القاهرة ووفد المعارضة القادم من الرياض، إلا أن هذا التقارب للآن لم يثمر عن أي شيء عملي هنا في جنيف. طيب يعني هناك بعض المصادر حسب ما أنت نقلت توقعت اختتام الجولة الحالية من محادثات جنيف مساء هذا اليوم، ولازلنا ربما في توقيت جنيف الآن الساعة 5:30 بتوقيت دمشق 6:30، بعض الساعات الكافية حتى يتم فيها الإعلان عن اختتام هذه الجولة أو الاستمرار فيها، متى يتوقع ذلك إياد؟ وصدور مثل هذا الإعلان عن اختتام هذه الجولة رهين بما هذا أساسا؟ فقط بوفود المعارضة وعدم قدرتها على أن يكون هناك التئام لوفد واحد؟ نعم ربا، هو من المفترض بشكل رسمي أن ينتهي اليوم، تنتهي اليوم محادثات جنيف حسب الموعد الذي وضعه السيد ستيفان ديمستورا، لكن للآن ليس هناك أي إعلان عن الختام، هناك كانت تسريبات عن تمديد إلى يوم غد، للآن ليس هناك أي شيء واضح حول هذا الموضوع، لكن ما بين يدي اليوم من معلومات وحتى هذه اللحظة هو أنه لهذه اللحظة لم يعلن عن ختام لهذه المحادثات، ربما يكون هناك تمديد للغد. اليوم كان حافل باللقاءات، اليوم كان هناك لقاءات ماراثونية للسيد ستيفان ديمستورا، لكن حتى نتأكد من هذه المعلومات، وكما قلت زميلة ربا أنه كيف تتضح هذه الصورة، نحن بانتظار مؤتمر صحفي للسيد ستيفان ديمستورا من المفترض أن يعقد مساء اليوم، من خلال هذا المؤتمر الصحفي نستطيع استنتاج ما جرى اليوم في هذه الاجتماعات أو سلسلة الاجتماعات التي أجراها اليوم السيد ستيفان ديمستورا، وما إذا كان سيكون هناك فعلا تمديد لمحادثات جنيف أم أنها ستختتم أعمالها هنا اليوم.
نعم، أشكرك حتى اللحظة إياد خلف، شكرا جزيلا لك، وأنت مفد الإخبارية السورية إلى جنيف، وكنت أفدتنا بأن وفد الجمهورية العربية السورية قد أنهى لقاءاته ضمن الجولة الحالية من محادثات جنيف، وكان عقد قبل يعني ساعتين من الآن تقريبا لقاء مع ديمستورا، ومن المنتظر أيضا أن يكون هناك لقاء ما بين ديمستورا ومنصة موسكو بعد أن أجرى لقاء أيضا خلال ساعات هذا اليوم مع منصة القاهرة. شكرا جزيلا لك، أعود لك دكتور وائل إمام. شكرا. إذن